كينكي. باربي جديدة تظهر على الساحة. علينا كوفاليفسكايا البالغة 21 عاما تنحدر الدمية الجديدة من نفس المدينة في جنوب أوكرانيا التي تنحدر منها فاليريا لوكياتوف الباربي البشرية الأخرى. يبدو أن عليك الحذر يا فاليريا، قد تسرق ألينا تاجك الصغير. قد يكون ذلك للأفضل حيث لم تلقى تصريحاتها الأخيرة رضا الناس التي أشارت فيها إلى أن التزاوج بين الأعراق هو المسبب الرئيسي لرواج عمليات التجميل. الباربي الجديدة تقول أنها تحافظ على بشرتها الحريرية البيضاء بتجنب أشعة الشمس، أيضا أنها تريد أولاد لكنها سوف تفعل ذلك عندما تلتقي بفارسها البشري. وتقول أن منظرها الصناعي لا يعجب جميع سكان المدينة لكنها لا تهتم. من تختار إذن، إلينا أم فاليريا يا سيدي؟